استقبل الفنان جورج وسوف حفيدته الجديدة من ابنه جونيور ليلة عيد الحب، وأطلق عليها اسم أميا، حيث شارك سلطان الطرب صور وهو يحمل حفيدته زي ما احنا شايفين كده على انستغرام، وعلق قائلا: ويبقى في الحياة فسحات من الأمل أميا وسوف 14/2/23. وكان قد توفي وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف بعد أزمة صحية من مضاعفات عملية تكميم المعدة يوم 6 يناير الماضي، الله يرحمه. كشف أحد المقربين من الفنان جورج وسوف عن سبب زيادة وزنه مؤخرا بعد أن ظهر في الحفلة التي قدمها ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، وقال المصدر إن بعض الأدوية والعقاقير الطبية التي يتناولها لعلاج معدته أدت لزيادة وزنه بهذه الطريقة، مشيرا لأنه من المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي بعد عودته للولايات المتحدة الأمريكية. هو ظهر في الصور اللي احنا شايفينها ديت، حيث ظهر بدينا ومصابا في ذراعه اليسرى وممسكا بعكاز في يده اليمنى، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومعجبيه. ربنا يشفيه ويعومه بالسلام. احتفل جورج وسوف الأحد 13 ديسمبر 2020 بخطوبة ابنه الصغير، ونشر الصور الجميلة دي ليهم مع شجرة عيد الميلاد، وكتب: ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة المودرن نظرا للأوضاع الكورونية، إن شاء الله تتهنوا بحياتكم وعقبال الفرحة الكبيرة حتى تصير جده يا حبيب قلبه البابا. دي صورة تانية اليوم مع بابا نويل، وهنشوف بقى قصر جورج وسوف الخيالي ده، القصر من بره ومن الساحة الخارجية. طبعا جورج وسوف معروف انه من اغنى اغنياء الفنانين، تبلغ ثروته احد المواقع ذكرت ان هي حوالي 27 مليون دولار. وهنا دي قاعة من القاعات من الداخل، واسعة جدا طبعا، ودي قاعة تانية طبعا محلبة بديكورات وبيت نور بتسبوتات، وأيضا حمام سباحة مغطى، ده يعتبر داخل الفيلا غير حمام السباحة اللي هو خارج القصر الساحة الخارجية، حاجة فخمة فعلا. ودي هنا برجولة كده وحديقة جميلة حوالين القصر، وهنشوف بقى أسرار عن زوجته وحياته. أوضح الفنان السوري جورج وسوف الخميس 23/5/2019 حقيقة ما يشاع أحيانا عن خلافات بينه وبين أبنائه، وجاء ذلك أثناء حلوله ضيفا على برنامج عايشة شو الذي تقدمه الإعلامية عايشة عثمان على شاشة قناة النهار. ونفى الفنان ذلك نفيا تاما، مشيرا إلى أن الخلافات كانت طبيعية بينه وبينهم في مرحلة طفولتهم، ولافتا إلى أنه يشعر بالانزعاج عندما يبتعدون عنه وأنهم يرافقونه بشكل دائم، وعن احتمال احترافهم الغناء قال: أعوذ بالله أنا مش سامع صوتهم أساسا. ولفت إلى أن أبنائه لم يفكروا في احتراف العمل الفني يوما، مشيرا إلى أنه يرفض ذلك وأن الجو الفني غير مناسب لهم وأنهم لا يهتمون به إطلاقا. وكذلك أشاد وسوف خلال الحلقة بالفنانة اللبنانية إليسا، معتبرا أنها ناجحة في مجالها وأنه كان يبدي إعجابه بصوتها منذ بداياتها. جورج وسوف مولود 23 ديسمبر 1961، مطرب ومغني سوري، وفي بداية العقد الثاني من عمره حقق شهرة كبيرة، وعرض عليه أن يسافر إلى لبنان وهو لا يتجاوز 16 من عمره. ده جورج وسوف وهو صغير، صور نادرة ليه. يغني وهو في سن 16، فوافق على الفور، ويقال أنه قال: لقد نمت على الأرصفة من أجل فني. وبعد انتشار صيته طمأه الفنان جورج يسبك إليه ليرعاه وأبدى إعجابه بهذا الصوت الموهوب، كان لسه في مرحلة المراهقة. ولقد قدم له ألحانا من ألحانه، وكذلك فعل الفنان وديع الصافي. أولى حفلاته كانت في أحد فنادق عالية الكبيرة، وأطلق عليه لقب المطرب المعجزة أو الطفل المعجزة. في بداية احترافه غنى للكبار مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وديع الصافي، وفي مطلع التسعينيات من القرن المنصرم
غنى أغنية قازم الساهر والتي تناسب خامة صوته. أسلوبه في الطرب، وهي أغنية سلمتك بيد الله، وبعدها انتشر أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل الحبايب ودقت على الأبواب وحلف القمر وبتعاتبني على كلمة، كلها أغاني جميلة. زواجه الأول، تعرف على زوجته شاليمار حين كان يحيي إحدى الحفلات وكان عمره تقريبا 21 سنة. تم الزواج المدني في باريس لأن أهل شاليمار لم يكونوا راضين مع زوجته الأولى شاليمار. قصته غريبة. وفي أقوال أخرى لما طلبها رفضوه فتزوجها من دون علمهم، خطيفة يعني، كما درج إطلاق هذه الكلمة على هذا النوع من الزيجات. جورج وسوف عاش حياته بين سوريا ولبنان. جورج أب لثلاثة أولادهم وديع وحاتم وجورج جونيور، ومن هنا هو أبو وديع، اللقب الأحب على قلبه. ولقد منع جورج أولاده الاتجاه للساحة الفنية. هنا جورج وسوف وزوجته وأبنائهم. في صور نادرة برضو معاهم، يقولوا لي أبو وديع دايما. أو مجال الفن بقوله: سأكون حزين إن سلك أحدهم هذا الطريق لأنه طريق صعب وشاق، ومعروف عنه أنه لا يحب أن يصور ما يسمى بالفيديو كليب لأنه يحب أن يكون على طبيعته بدون تمثيل. تم اعتقاله من قبل الشرطة السويدية في ستوكهولم مساء السبت 2 نوفمبر 2008، حيث ذكرت إحدى الصحف المحلية أنه تم ضبط 30 غراما من الكوكايين وحوزته، وذلك قبيل استعداده لإحياء حفل غنائي قرب المدينة تم إلغاؤه لاحقا، وتمت تبرئته في النهاية ولم يثبت عليه شيء، وتبين أنها ملفقة. ولكن جورج وسوف قال بأن هذه إشاعة وليست حقيقة للتشويش على حفل الغنائي المقرر في السويد حينها. عن الوعكة الصحية 2011، تعرض جورج وسوف في أواخر عام 2011 إلى جلطة دماغية غاب فيها عن الوسط الفني مدة 3 سنوات، حيث كان في هذه المدة يتنقل بين عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج، وعلى إثرها أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر، وكان أول ظهور له بعد الوعكة في برنامج خاص قولي يا ملك على قناة الحياة، والجديد مع الإعلامي نيشان لجورج وسوف على فراش المرض. أما على الوجه الثاني، فتزوج جورج وسوف عام 2014 من بطلة الراليات في قطر ندى زيدان، وأنجب منها مولودة في مؤسسة حمد الطبية في الدوحة أسمتها عيون. دي بطلة الرالي القطرية ندى زيدان مع بنتهم عيون. هنا أثناء وبعد الولادة، هنا بيحمل بنته عيون، هنا مع ندى زيدان. ندى زيدان تركية الجنسية من أصول فلسطينية، ويحمل والدها الجنسية اليمنية، واكتسبت الجنسية التركية من والدتها، وعيون هي البنت الوحيدة لجورج وسوف. دي ندى زيدان. بطلة رالي قطري. وأخت غير شقيقة لكل من وديع وحاتم وجورج الصغير من زوجته الأولى شاليمار التي انفصلت عنه في وقت سابق. وكانت ندى تقيم مع جورج في بلدة الكفرون بريف حمص. ومن بعد ذلك غادر إلى السويد، وحين ظهرت عليها بوادر الحمل آثرت السفر مع والدها للاستقرار في الدوحة نظرا للظروف في سوريا وصعوبة التنقل مع جورج وسوف بين الدول. وكان جورج التقى مع ندى في مستشفى العظام في اسباير حين جاء للعلاج بترتيب من والدي وديع الذي يعمل مهندسا في قطر، وكانت ندى تعمل مسؤولة علاقات عامة في المستشفى قبل انتقالها للجزيرة، إضافة إلى نشاطها الرياضي في الراليات باسم دولة قطر، كما أنها تشارك في مسابقات الرماية وشاركت في العديد من المسابقات المحلية والدولية. هنا على اليمين ندى، وعلى الشمال شاليمار، وبينهم جورج وسوف. زوجة سلطان الطرب الجديد أكدت في تصريحات أن زواجها من جورج وسوف تم على الطريقة الإسلامية على يد مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون، كما قدم لها المطرب خاتم زواج أحضره خصيصا من إيطاليا. أما عن سبب قبولها الزواج من جورج وسوف برغم فرق العمر بينهما، فقالت ندى: أنا أكبر إخواتي وكنت أتمنى أن أرتبط برجل أكبر مني ب10 سنوات، لأن عقليتي تنسجم مع الأكبر مني سنا، وربما هذا يعود لطريقة حياتي وعملي في مجال الرياضة وشخصياتي القوية، وكنت أريد رجلا أشعر معه أنني أنثى، وشعرت بهذا الشيء مع أبو وديع. وتابعت: أشعر أني طفلة بين يدي، يعني بطلة راليات ورماية، هذا كله خارج المنزل، لكن في المنزل أنا أنثى
وشخصية مختلفة ربما يعود هذا للكاريزما التي يتمتع بها الوسوف، فهو شخصية مميزة وحالة نادرة. ولفتت المصادر إلى أن شاليمار زوجة وسوف علمت بزواجه من خلال وسائل الإعلام، ولم تتصل به أو تحاول معرفة الحقيقة، رغم أنها وقفت بجانبه في محنته الأخيرة ومرضه، ولطالما ساندته منذ تزوجه قبل 28 سنة، إلا أنها منفصلة عنه منذ أكثر من 5 سنوات من دون أن يتم الطلاق بينهما. ورغم كل الظروف التي أدت إلى البعد والهجر بين جورج وسوف وزوجته شاليمار أم أولاده وديع وجورج وحاتم، لكن بقى الحب بينهما قائما. جورج لا يترك مناسبة إلا ويعمل على لقائها ليعبر فيها عن حبه واحترامه لها، وبالتالي هي الحبيبة والزوجة والأم الحريصة على احترامه وحبه. وفي حفلة 14 فبراير 2016 بمناسبة يوم الحب في فندق هيلتون في بيروت، تمنى الوسوف على زوجته شاليمار بعد دعوته لها حضور حفله ليعبر لها عن حبه الذي لم ينطفئ. وبالتالي شاليمار لبت الدعوة بصحبة صديق وقتها، وجلست على الطاولة الرئيسية القريبة من المسرح، وكانت ليلتها ملهمة الوسوف، وسهرت مع زوجها ومع أغنياتها التي كانت شاهدة على حبهما قبل صعوده على المسرح. والتقت شاليمار الوسوف في جناحه الخاص برفقة ولدهما جورج جونيور، حيث شكرها على تلبية دعوته في يوم الحب. وبدت شاليمار سعيدة، خاصة عندما وجه لها أبو وديع لحظة اعتلاء المسرح قبلة، مرحبا بها قائلا لها: نورتينا أم وديع. وده الصور أثناء الحفل. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.